وائل سعيد عباس غنيم، حفظت الاسم رباعي من كتر ما كنا بنسأل عليه وبنحاول انه نعرف بس هو عايش ولا ميت، هو مقبوض عليه ولا مختفي. عرفت ان اهله تعبوا جدا في التدوير في المستشفيات وبيسألوا كل الناس. فجأة النهاردة خرج وائل غنيم من امن الدولة بعد احتجازه في ظروف غامضة جدا من يوم الجمعة 28 لحد دلوقتي. الحمد لله على سلامتك يا وائل. الله يسلمك. اول حاجة انا عايز اقول لكل الناس، كل الناس، الامهات والابهات اللي اولادهم ماتوا، البقاء لله وربنا يتقبل اولادكم في الشهداء، سواء كانوا مواطنين، سواء كانوا ضباط، سواء كانوا عساكر، اي حد مات ده شهيد. مش عايز اقول اعتذر، لان احنا عمر الناس اللي فكرت في المظاهرة دي ما كانت بتفكر انها تكسر اي حاجة، مش تقتل بني ادم. احنا كلنا شباب بنحب مصر وعملنا كده عشان احنا بنحب مصر، وكان مستحيل. احنا كان اول حاجة كتبناها نحن اصحاب حق، وعمر الحق ما هيجي انك تكسر ممتلكات خاصة، شخصية او خاصة او عامة. الحق هيجي بان احنا نطالب بيه. كان كل أملنا إن كل الناس تنزل تقول إحنا عايزين حقنا وهناخده بس. فالعزاء ده عزاء واجب، لأن الناس دي هي اللي ضحت بدمها. أنا عايز أقول لكم، هنتكلم يعني، بس إحنا عندنا في مصر بنحب نعمل أبطال. أنا مش بطل، أنا كنت نايم 12 يوم. الأبطال اللي كانوا في الشارع، الأبطال هم اللي نزلوا المظاهرات، الأبطال هم اللي ضحوا بحياتهم، الأبطال هم اللي اتضربوا، الأبطال هم اللي اعتقلوا وتعرضوا لمخاطر. أنا ما كنتش بطل. للأسف اللي حصل لي اصلا خلاني اندم ان انا ما كنتش مع الناس. ان انا نازل من الامارات، وكان نازل احضر المظاهر. ضحكت حتى على الناس عندنا في الشغل، وقلت لهم انا عندي حاجه عاجله بيرسونال، حاجه لوالدي، ولازم انزل مصر، ومحتاج اجازه 6 ايام، وكان عندي رصيد اجازات كبيره. قالوا لي طب خلاص اوكي خير، لا معلش دي حاجه بيرسونال، وسافرت. نزلت مخصوص عشان المظاهره، نزلت عشان كان لازم نكون مع الناس كلها. انا بس عايز قبل ما نتكلم مع بعض عايز اصلح كام معلومه حضرتك قلتيها في المقدمه. اتفضل يا وائل. اولا نجيب ده زميلي في الامارات. ثانيا هو مش سوري. انا اسفه، انا لكنيته الشاميه خلتني افتكر. هو اردني. عارفه ليه انا بوضح الموضوع ده؟ عشان احنا مش خونه يا منى، احنا مش خونة، احنا بنحب مصر. وائل يعني احنا مش شغالين مع اجندات اي حد يا منى. احنا فينا شباب اغنياء جدا، عايشين في احلى بيوت، راكبين احسن عربيات. انا مش محتاج اي حاجة من اي حد، وما كنتش عايز اي حاجة من اي حد. كل الحاجات اللي كانت بتتعمل كانت بتعرض حياة كل واحد فينا للخطر، خطر ما كناش نعرف اوله من اخره. احنا ما نعرفش، احنا بنعمل وخلاص. قلنا خلاص هنعمل، هنحارب، هناخد حقوقنا. لا، دي بلدنا. فكل واحد فينا تعرض لخطر، ما كانش بيعمل كده عشان هوا شخصي. الناس اللي نزلت والناس اللي خططت دي مش عايزه اي حاجه، انا ولا عايز اي حاجه. انت عارفه انا اكتر حاجه كانت بتعذبني وانا في المعتقل ايه؟ الناس هتعرف ان انا الادمن. انا كان نفسي ما حدش يعرف ان انا الادمن، لان انا مش البطل. انا كنت بكتب بالكيبورد يا منى على النت، وما كنتش بعرض حياتي للخطر. انا مش عايز اقول اسماء ناس دلوقتي عشان انا لسه خارج وما اعرفش هم فين، ولا ممكن اعرض حياتهم للخطر. بس في ناس كتير منهم اللي انت قابلتيه، مصطفى النجار، دي ناس كانت بتعرض حياتها للخطر بجد وانا قاعد بكتب على الكيبورد. فارجوكم يا جماعه، مفيش ابطال. الابطال هم الناس اللي في الشارع، الابطال هو كل واحد فينا. مفيش النهارده واحد ركب الحصان هو اللي بيضرب السرج ويحرك الناس. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم كده. دي ثورة شباب الانترنت، دي ثورة شباب الانترنت اللي بقت بعد كده ثورة شباب مصر، اللي بعد كده بقت ثورة كل مصر. ومفيش بطل فيها، ومفيش واحد هو اللي المفروض ياخد السين، كلنا كنا أبطال. بس دي أول حاجة. وائل، أولاً أنا عارفة إن أنت لسه جاي، أنت يعني عايز أقول لك بس إن أنت وقت ما تكون عايز تاخد نفسك خد نفسك، وقت ما تكون عايز تفكر فكر، يعني ما يبقاش في اي ضغط. عشان انا مش نايم بقالي تقريبا 48 ساعه. بس ده كان حاجه شخصيه، انا ما كنتش عارف انام. انت ليه اول حاجه قلتها دلوقتي احنا مش خونه؟ يعني ليه هو كانوا بيتهموكوا بكده؟ بصي حضرتك،
احنا عشان ما بقيناش نسمع بعض انا عايز الاول اقول على حاجه، وده انا عارف انه دلوقتي ده موسم اللي انا اسميه موسم التخوين، ده ممكن يخونك وده ممكن يخونك. فاكره لما انت اتكلمتي على لما انا حتى كلمتك قبليها وقلت لك كمان اقولي الحقيقه، قلت ان المتظاهرين بيضغطوا علينا والامن بيضغط علينا والواحد مش عارف يعمل ايه، ده موسم التخوين. بس انا عايز اقول حاجه، انا لو قلت لكم دلوقتي، لو قلت لكل واحد فيكم دلوقتي ان انا اتعذبت واتضربت واتكهربت وقلعت هدومي ما وريتكمش ولا خدش، انتوا كلكم هتصدقوا، صح؟ هتصدقوا لان انا عندي مصداقيه عند الناس. بس الحقيقه ده ما حصليش، انا ما حصليش اي حاجه من ساعه، انا كنت مذهول من ساعه انت نزلت المظاهرات. احنا انا نزلت مظاهره احنا اتكلمنا الساعه 1 ولا 2 صباحا، كان حاجه كده. انا اتخطفت، انا اتعاملت جوه امن الدوله بشكل غريب جدا، بشكل قمه في الاحترام، وكلمت مع ناس مثقفه جدا جوه امن الدوله. كانت اول قعده معاهم هم مقتنعين 100% ان احنا ورانا ناس اجانب، ان احنا يا اما بيلعب بعقولنا حد يا اما احنا متمولين من حد. بيوجهنا، بيقول لنا انزل اعمل كده، حط البوست ده على عارفه. انا ما اذانيش اي حاجه، بابا وماما خدوا حسنات كتير من عساكر يعني مش من ضباط، بس ده ما اذانيش. انا اذاني لما في واحد ظابط في اول البتاع كان بيشك ان انا خاين، الظابط ده غير رايه بعد كده. بس احنا مش خونه، احنا بنحب مصر. انا لو كنت خاين على فكره انا كنت هقعد في الفيلا بتاعتي في البسين في الامارات وانبسط وعيش حياتي، انا بقبض وكل شويه المرتب بتاعي عمال يزيد وعايش حياتي بيه. وايه المشكله؟ ما البلد اقول لك زي ما الناس بتقول تولع البلد، تولع. ايه المشكله؟ هي دي بلدنا، دي بلد، دي بلدهم. ده لو انا كنت خاين. احنا مش خونه. انا الحمد لله من الحاجات اللي انا فخور بيها ان انا مروح مفهم الناس دي عن اقتناع، وانا فاهم كويس انا بقول ايه، ان هم عارفين ان احنا مش خونه وان ما حركتناش اجنده الا اجنده حبنا لبلدنا. هم الاول شاكين، ما كانوش مصدقين يعني ايه شويه شباب على انا كنت بسميهم على الصفحه زمان عيال الفيسبوك. هم كانوا بيسمونا زمان ايام وقفات خالد سعيد في اول ما طلعنا خالص، شويه العيال على الفيسبوك اللي بيعملوا شويه دوشه، مش مصدقين ان الشباب دول نزلوا بعشرات الالاف يوم ال 25. هم ما كانوش مصدقين، احنا كنا مصدقين على فكره، احنا كالناس اللي اشتغلت. وانا على فكره تاني، انا 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 مجرد انا كنت ربوق، انا كنت زماره هي اللي بتزمر وبتقول للناس تنزل. في ناس اشتغلت كتير والناس هي اللي لازم تطلع وتتكلم وتحكي لك هي ازاي فكرت وازاي قررت انها تعمل المظاهره، وازاي هنعرف ندافع عن الناس، وازاي هنجبر الناس كلها ان المظاهره تبقى سلميه، وازاي الناس تمشي في الشارع تنظف الشارع، كل الكلام ده تفكر فيه. بس اللي انا كنت عايز اقوله انه وائل خد انفاسك. معلش انا احنا هنا مش جهه تحقيق، بس يا وائل انت مش مضطر تحلف او تكرر ان انت بتحب البلد دي او انت مش خايف. للاسف لا اسمعني بس انا لا معلش اقول لك حاجه. اتفضل. احنا دلوقتي بقينا في زمن يا منى اللي نواياه طيبه، النوايا طيبة بتخون. عارفة ليه؟ لأن الناس فاكرة إن الوحش هو الأساس، بس ده مش حقيقي. أنا شفت يوم 25 شخصياً، أنا كنت فخور إن أنا مصري يوم 25، لما يبقى فيه آلاف البنات ومفيش حالة تحرش واحدة، لما يبقى فيه ناس واحد بسيط جداً قاعد عمال يلم زبالة من غير ما حد يقول له، لما يبقى فيه إشارة مرور محدش يلمسها ولا يكسرها، لما واحد يبقى ماسك شومة والناس تزعق له وتقول له شيل الشومة دي من إيدك. انا يا منى انا وقعت على رجلي طوبه عشان كان في واحد بيحاول يرميها، بس عارفه الناس ابتدت تعمل الناس اللي قالوا عليهم مخربين كان في فعلا ناس جهله. عارفه امتى؟ بعد ما اتضرب عليهم رصاص مطاطي، بعد ما تم التعيين. انا عايز اقول بس تاني، معلش احنا بقينا في زمن، انا طول الوقت في الصفحه الناس تقول ايه هو ده قاعد بيعمل ايه كده ليه على الصفحه، انتوا عارفين انا كان حياتي الشخصيه متدمره، انا كانت مراتي عايزه تتطلق مني عشان انا مش بتكلم، ما بقتش اقعد اتكلم معاها. وبعدين واحد قاعد حاطط رجل على رجل يقول ده انسان خاين، ده اكيد بيقبض، هو ده بيعمل ايه، مش عارف ايه. كان في ناس كتير بتساعد في الصحة برضه، الناس دي بتتخون. اللي انا عايز اقوله احنا بنحب بلدنا، وانا برفض ان اي حد يزايد علينا، زي ما احنا برضه بنرفض ان حد يزايد علينا. وائل انا هفكرك بحاجة ممكن تكون انت ناسيها شخصيا وربنا عارفه بالعقل، يعني مش بس الاجهزة الامنية هي اللي عارفة كل حاجة. الشاب اللي كلمني في اخر السنة اللي فاتت 2010 عشان يقول لي احنا بنعمل حاجه على الانترنت على الفيسبوك، حمله عشان مصر تبقى نظيفه وعايزين نعمل خريطه بايه المناطق اللي فيها زباله، فاكر يا وائل؟
الخريطه اللي فيها المناطق الوحشه عشان المسؤولين يحسوا على دمهم وينظفوها. انا قلت لك يا وائل انا معاكم والبرنامج هيدعمكم، بس تعمل حاجه تانية في الخريطه، تحط الاماكن النظيفه عشان يبقى في نوع من الحافز. اللي بيفكر بالطريقه دي في بلده وحاجات كتيره جدا مستحيل مستحيل يكون عايز يأذيها. انا عايز اقول انا ما كنتش متفائل قد يوم 25، وانا النهارده مش قادر اصدق نفسي لما خرجت، مش قادر اصدق نفسي من التفاؤل واللي الناس عملته. النهارده خلاص الناس اثبتت انها، انا كنت بقول حتى للضباط في التحقيقات، حد بس انا عايز حد يجادل معايا. قلتها النهارده لدكتور حسام، عشان انت قلتي ان انا كنت مع دكتور حسام. اولا كتر خير كل واحد حاول يطلعني، انا مش ناكر الجميل، انا انسان بحترم اي حد حاول يساعدني، بس في نفس الوقت انا حرام 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 ان يبقى ابويا بيشوف بعين واحده وممكن يخسر عينه التانيه ويقعد 12 يوم ما يعرفش ابنه فين. ليه ليه عايز تقبض عليا؟ ما في قانون، اقبض عليا، اديني تهمه، حقق معايا حقك. طب اتصل باهلي قول له يا عم اهل، اقول له لو سمحت يا جماعه اهلك كذا. بس اللي عايز اقوله في الاخر، اتليست الناس اللي حققت معايا انا لمست فيهم ان هم بيحاولوا يجيبوا مصلحه، بيحاولوا يحققوا مصلحه مصر، ده اللي حقق معايا، وانا مش هقدر احكم بالنوايا. انا كنت متغمي، قاعد متغمي 12 يوم مش سامع اي حاجه، ما اعرفش اي حاجه. كنت بقعد لسه كنت بقول لحمزه نمره، انا كنت بقعد بجد من يأسي كنت بقعد اغني احلم معايا، ما اعرفش ايه اللي بيحصل اصلا في الشارع، ما اعرفش هو الناس نزلت المظاهره. قاعد عمال افكر اقول طب يا ترى هم تراجعوا، ولا طب يا ترى هو انا اتنسيت، هو انا حد هيفكر فيه؟ طب هل حد بيقول دلوقتي طلعوا وائل غنيم ولا ما بيقولوش؟ طب انا مش عارف، وطبعا ما فيش حد بيقول لك اي حاجه، انا ما اعرفش خبر واحد، انا ما اعرفش خبر، ما اعرفش ايه اللي بيحصل. طبعا هم عندهم اجراءات امنيه، معرفش، دي مش قضيتي. انا كان كل قضيتي اللي كانت حزه في نسيتي ان مراتي تبقى عايشه في الامارات ما تعرفش انا فين، ان امي تبقى عايشه في مصر ما تعرفش انا فين، ان ابويا اللي تعبان في عينه يبقى عايش في السعوديه ما يعرفش انا فين، وهم عارفين انا فين. وكان ابسط حاجه دي ما كان لا كان هيحصل فيها ضرر امني ولا كان هيحصل فيها اي حاجه، انت حتى لو شاكك فيا معتبرني، طلع كل الادله اللي عندك، الحمد لله قلت على الحقيقه كلها، وما اعرفش هي كانت عندهم ولا لا، بس قلت على الحقيقه كلها عشان انا فخور باللي انا عملته، كنت مستعد ادفع ثمن. المهم دلوقتي اللي انا عايز اقوله انه ده مش وقت لتصفيه حسابات. في ناس كتير قوي انا احب اصفي حساباتي معاك، حتى كشخص نفسي 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 اخد حقي من ناس كتير قوي، بس ده مش وقت تصفيه حسابات، ده مش وقت تقسيم التورتة. ماشي، في سياسيين كتير قوي يفهموا اللي انا بقوله ده مش وقت تقسيم التورتة. الناس اللي قاعدة بتقسم في التورتة ده مش وقت تقسيم تورتة. وتالت حاجة، ده مش وقت فرض ايديولوجيات. والكلام ده انا بقوله كشخص، انا دلوقتي لا، انا لسه ما كلمتش الناس في الصفحة. خدي بالك انا على فكرة مش فارس، ولا انا سر من اسباب نجاح الصفحه ان احنا كان قبل اي قرار بيتاخد كنا بنعمل سيرفي وكل الناس تقول رايها، وراي الاغلبيه هو اللي بيمشي. انا بتكلم دلوقتي كوائل اللي لسه طالع، كان متغمي عينه مش شايف اي حاجه خالص، ما يعرفش اي حاجه خالص. انا لسه طالع الساعه 7 ولا 8 النهارده، طلعت قعدت يا جماعه مع وزير الداخليه عشان اقول، يعني مش عايز اقول لكم انا فخور بيكم قد ايه، فخور بكل واحد نزل المظاهره قد ايه، لان وزير الداخليه قاعد قدامي كانه فرد زيه بيكلمني من منطلق ان انا قوي وان هو قوي، مش بيكلمني من ان انا من منطلق ان انا واد عيل تافه او شاب اهوج او عارفه المفهوم الابوي. وده على فكره حاجه تحترم لي كشخص، انا لسه ما اعرفش اي حاجه، بس برضو من منطلق الموضوعيه احترم بغض النظر، بس انا فخور بالشباب لان الشباب هم اللي عملوا كده، اللي خلى دكتور حسام بدراوي يجي يوصلني البيت هو الشباب عشان يكلمني. انا عايز لازم اقول لك على الحوار اللي انا قلته مع دكتور حسام بدراوي عشان ده مهم قوي. وائل هنلتقط الانفاس وهنرجع لك تاني، واشرب حاجه عشان انت ما اكلتش حاجه من ساعه ما خرجت من